ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخط سير الحلقه بتاعت النهارده. احنا هنستعرض مع بعض الماتيريال بتاعنا، عشان الطبيعي لما بتشتري الحاجه بتفتح باب الثلاجه بتبقى الثلاجه مرصوصه من خيرات الله، بتطلعي الحاجه دي وتبداي تشكلي منها منيو. معانا تشكيله من الفلفل متقطع وجاهز اللي هو المزمبلاص التحضير يعني، معانا صدور فراخ برغل، معانا طبيعي كل يوم بصل وتوم وزبده وبقدونس مفروم وشبت، روزماري جديد النهارده، ومعانا زعتر بري لطيف وحلو انا بحب ريحته قوي على فكره، معانا زر ورد جايبه من عبد العطار حلو للفوكاشيا، زيتون نوعين اللي عايز الاخضر او الاسود، معانا جبنه مبشوره شيدر او موزاريلا، والارنبيط المصري اللطيف اللي بيتكلم مصري بكل اللغات، نعمله مقلي بيجي معانا، نعمله مسقعه بيجي معانا، نعمله مقلوبه بيجي معانا، نعمله مخلل بيجي معانا، الارنبيط المصري ده لا يعلى عليه. ولكن معانا مشكله مع الكولون، طبيعي ان انا اتلاشى المشاكل بتاعه الارنبيط او الكرنب اللي هو الملفوف بوجود الكمون، الكمون طارد الغازات مع البروكلي او الارنبيط او الكرنب اللي هو الملفوف. فانا هستخدم النهارده الفوكاشيا بتاعتنا معاها ارنبيط. تعالوا نشوف خطواتها ومقاديرها على الشاشه. معانا من المقادير تقريبا نص كيلو من الارنبيط مبشور، ممكن يكون ربع ممكن يكون تلت كيلو حسب ما هنشوف كميه مع بعض دلوقتي. معانا زيتون اخضر وزيتون اسود، ومعانا زعتر وروزماري وزر ورد وجبنه مبشوره وبيض وزيت زيتون ده اساسي وبيكن ده. الاثنين مع بعض هيتحدوا علشان يعملوا عضلات جوه العجينه بتاعه الفوكاشيا، لان معروف عن الفوكاشيا وجود ماده متخمره او ماده رافعه عشان تبقى العجينه هشه عامله زي الكيكه الاسفنجيه. وجود الخميره مع البيكنج باودر دول مهمين جدا، دي المعلومه اللي عايز اوصلها لحضراتكم. بس ازاي استخدم الخميره وازاي استخدم البيكنج باودر ده مهم جدا على فكره. طيب عندنا البيض اساسي بقى بشتغل عجينه دلوقتي، هنستخدم فيها فانيليا؟ لا. طيب اول حاجه بخفق البيض كويس في عجينه الفوكاشيا لوحده كده على جنب، واتاكد ان هو كله بقى قوام واحد. عندك بيض في الثلاجه بقى له يومين ثلاثه مفيش مشكله طلعيه قبل ما تشتغلي ب 10 دقائق او ربع ساعه. الحاجات اللي انا بقولها دي والتفاصيل دي يمكن اللي بتاخد وقت مننا شويه، ولكن انا والله العظيم ما برضى اعدي المحطه غير لما اقولها، دي مهمه جدا، دي اسلوبي في العمل فسامحوني معلش. اطلع البيض من الثلاجه قبل التشغيل لو هستخدمه في كيكه او معجنات قبل بشغله بربع ساعه، هيديني الماده دي كده مع بعض. حلو قوي، هنحط شويه ملح وشويه سكر. حلو، ونحط الماده الدهنيه بتاعتنا زيت زيتون. استخدامنا للفوكاشيا ما بتاخدش لا زبده ولا سمنه، بتاخد ايه يا عم الشيف؟ زيت زيتون هو البطل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، نزود شويه نزود، هناخد شويه ونخل شويه نحطهم على وش العجينه ونقلب ده كده مع بعض. حلوه عجينه الفوكاشيا دي انا بحبها، بتسد مكان الكيكه بتسد مكان العيش، بتبقى لطيفه وحلوه. كده زي الفل. نيجي بقى لاستخدام العضلات هنا، خميره وبيكنج باودر. انا بحط ايدي على التركايه وسر نجاح العجينه اللي بعملها او الطبق اللي بعمله. اول حاجه الخميره بتاعتنا بنحط عليها شويه ميه وشويه سكر، ميه دافيه تقوم تشتغل معايا بسرعه. شفت عملت رغوه ازاي؟ اهو لو عايزاها تطلع معاك بسرعه وهشه زي ما انت عايزه حطي معلقه سكر على الخميره علشان تشتغل معاكي بسرعه. حلو، ونقلبها كده ونخليها على جنب. دابت الخميره مع السكر زي الفل. طب البيكنج باودر يا ابو غازي مركون عندي في دواليب المطبخ بقاله كتير، وبستخدمه ساعات في الكيكه بتهبط مني، وباخد نفس المقادير اللي انت بتطلع بقى على الشاشه ونفس المقادير اللي بشوفها على السوشيال ميديا ونفس المقادير اللي موجوده في الكتاب، ولكن عندنا مشكله الكيكه بتهبط، بتبقى من النص مش مستويه، وده الطبيعي معرفش ليه الفرن فيه مشكله مش عارفين ليه. هقول لك على علامه كده وانا شغال، ادي البيكنج باودر معايا اهو، بحط عليه شويه ميه، مش ميه سخنه، ميه من الثلاجه او ميه من الحنفيه عادي، عمل رغاوي فوار زي الفوار اللي بناخده كده مثلا اهو، شفت الفوار اهو، اعرف ان هي دي الماده الفواره اللي فيه، شفت هيطلع من البوله اهو، صلي على الحبيب هو ده. الله على الاستاذ المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. البيكنج باودر كده بسلام كده يعني بصحته موجود معايا، يبقى اللي هم دول الاساس الفوكاشيا، هنشتغلهم دلوقتي مع بعض. حلو الكلام. اول حاجه هنا هنحط الارنبيط بتاعنا اهو، الارنبيط ده بنجيبه يتغسل، وبعد ما يتغسل كويس يتحط في ميه مغليه بشويه كمون وعصره ليمون، ليه كمون وليمون؟
علشان الغازات اللي موجوده فيه. اه ده كأرنبيط مبشور. بشرته ازاي يا شيف؟ ادي المبشره معانا، بنجيبها كده ونجيب حبايه الارنبيط بعد ما نحطها في ميه مغليه بكمون ونبشرها كده كاننا بنبشر جبنه. اه اه انا ما بسيبش نقطه الا ما بشرحها. اه اه ودي حقوق الطبع لدينا وبس. ازاي نعمل فوكاشيا بالارنبيط؟ عملناها بالجمبري قبل كده، اه عملناها باللحمه، اه عملناها بالسجق، اه اما بنوع خضار وارنبيط ده الجديد، دي بتتكلم مصري. اه ده الارنبيط معانا بالشكل ده كده، حلو الكلام. طيب دي الخطوه، هناخد اللي احنا بشرناهم دول نحطهم نستفيد بيهم. حلو قوي. بحط على الارنبيط ده يا عم الشيف شويه الدقيق بتوعي مخلوطين اهمت بالشكل ده كده اهو، وانزل عليه بالبيكنج باودر، وانزل بالخميره والسكر. دكتوره جيهان ازيك؟ اهلا اهلا، صباح الخيرات. يا صباح الفل يا ست الكل. شفنا الجميل، كل سنه وانت حضرتك طيب. وانت طيبه. اولا بشكرك على كل الاكلات الجميله، فعلا ربنا يبارك لك في ايديك يا امين رب. امين يا رب العالمين. شيف من فضل حضرتك انا بس كان ليه ملحوظه صغيره. اتفضل. ميرسي. انا طبعا دكتوره وفي ملحوظه مهمه بالنسبه للارنبيط. الناس اللي بتاخد ادويه التجلط الارنبيط بيعوق هذا الدواء. يعني في حاجه اي دواء يا ست الكل، اي دواء دكتور؟ التجلط. التجلط الناس اللي عندها اي ان ار او اللي هو سرعه الترسيب او عندها تجلطات او عندها جلطات. حلو. بتاخد ادويه عايشين عادي بينا يعني، خلاص روحناهم البيت من المستشفى. حل. وعايشين بياخدوا دواء التجلط. حل. بكتب على الدواء ده ملحوظه صغيره كده واقول ممنوع اكل البروكلي والارنبيط. ولو في البلاد العربيه اسمه نبات الزهر، هم الزهر في الخليج عندي. في الشام. مهم جدا الملحوظه دي، الارنبيط والبروكلي يا ست الكل يا دكتوره. بعد الناس اللي بتاخد ادويه التجلط. حل. لان بيعوق الدواء ده، بيعوق دواء التجلط. تمام يا فندم، وربنا يشفي كل مريض يا رب. طب في له بديل يا ست الكل؟ له بديل؟ له بديل؟ بديل؟ لا 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 بخلي يعني بلاش تستخدمه في الاكل دي. مظبوط. وعلى فكره دي ده علم اسمه دراج فود انتر اكشن، يعني الادويه اللي هي بيعوقها بعد الطعام. حلو. يعني مثلا في سيدات عندهم هشاشه. حلو. اقول لها مثلا ما تاخديش حاجه معينه. في اطفال بتاخد ادويه الصرع. حلو. اقول له ما تاكلش معاه الكورن اللي هو فشار. الفشار. حلو. يعني اذا احنا لازم نحتاط جدا جدا جدا. حلو. لبعض الاطعمه مع بعض الادويه. حلو قوي، ده مهم جدا على فكره، ودي معلومه بشكر حضرتك. وهي دي الست المصريه بتتابع الحلقه، شافت معلومه ما بخلناش بيها على الساده المشاهدين، فعلا اللي عنده تجلط وربنا يشفي كل مريض ما يستخدمش الارنبيط. والعلم لما يتكلم سما هوس. شايفين الخلطه دي كده؟ دي الفوكاشيا على طريقه المغازي، عملناها بالارنبيط. وقولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس. بنجيب صينيه مستطيله الشكل. تدرس نظريه يا شيف؟ اهي الصينيه دي بناخدها زي ما هي كده، اللهم صل على النبي، ونحط فيها ورقه زبده لطيفه زي دي كده. اشيل ده من هنا. حلو. وبحط شويه زيت زيتون في ارضيتها. لسه هكملها بشويه حاجات. واخد العجينه الحلوه دي كده، دي احلى فطيره بقى، فيها كل حاجه، دي هرم غذائي. الارنبيط فايدته للست الحامل وبيساعد على تكوين الجنين وهو ببطن امه. الواد نازل من بطن امه بيحب الارنبيط مقلي مقرمش كريسبي. ليه؟ لانه بيساعد على تكوين الجنين في بطن امه. الله عليك يا عم الشيف. ودي معلومه مهمه لكل ست. زي الفل. تمام اهو، ناخد ده كده اهو، نسوي العجينه وندخلها الفرن. بس لما اجي اسوي العجينه لازم امن نفسي، بحط شويه ميه هنا كده وهسوي العجينه ديت، واحط عليها شويه زيت زيتون وادخلها الفرن. احط ايدي في الميه واشتغل كده، احط ايدي في الميه واشتغل كده وافرتها بالشكل ده كده. حلو قوي، لسه ما خلصتش. فوكاشيا بالارنبيط من المطبخ الطلياني، ده العيش بتاعهم، فطور غدا عشاء. درجه حراره الفرن كام يا مغازي؟ 180.
بحط عليها بقى شويه كده ايه زر ورد دلعها يعني من الاخر، شويه روزماري حلوين، فوكاشيا مشهوره بالروزماري فيها مع زيت الزيتون، عندك زعتر بري زي اللي معايا ده مفيش مشكله، احط شويه انفطهم كده على وشها واحتفظ بيه على فكره ده مهم جدا وفليفر حلو للمعده، وخاصه في وجود الارنبيط وجود روزماري وزعتر سمع هس للارنبيط مش هنسمع له حس خالص جوه معدتنا. درجه حراره الفرن عندي 180 اللهم صل على النبي، واحط على وشها شويه زيت زيتون وادخلها الفرن. فطيره حلوه بتناسب كل الاعمار. اللهم صل على النبي. مع السلامه. عيني اهي. يلا خش. ايه الجمال والحلاوه دي. يلا نقفل الفرن ونودع الفوكاشيا من المطبخ الطلياني بالارنبيط ولكن بطعم مصري. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. اليوم النهارده يوم مميز لان سر الوجود بعد الله سبحانه وتعالى الست العظيمه المراه الام الاخت البنت الزوجه، طبعا عرست من فوق. حلقات النهارده من المطبخ العالمي ولكن بطعم شرقي مصري غالب شويه. حلو الكلام. معانا الكفته من المطبخ المكسيكي ولكن للامانه بتتكلم مصري. عينيا يا غالي، ايه رايك تاخد الكرين كده ومعايا فرسان التلفزيون المصري نجيب الفوكاشيا بعد ما خدت المرتبة العالية أو القمة العالية يعني في قلب الفرن تاخد وش، إيه رأيكم؟ يلا نبص عليها. العب. هو ده. حلو. طيب إيه الجمال؟ إيه ده؟ إيه اللي في الفرن ده؟ طلياني؟ لا بيتكلم مصري. الفوكاشيا طعمها جنان. نقطعها. انت عايز تاخد حته؟ انا عارف. حاضر حاضر. عينيا. واللي عايز يشوف حته كده مستويه. بنهزر يا شفيق، يعني خبره السنين دي تروح فين؟ اهو حاضر اهو. نقطعها بقى مربعات مثلثات زي ما احنا عايزين. الشكل ده كده. الله. فطار تنفع، غدا تنفع، عشاء تنفع. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ربنا يكرمك يا شيف. عايشين ببركه دعواتكم وحبكم والله. شوف طالعه ماسكه نفسها ازاي؟ حلو؟ طيب تعالوا مع بعض. حلو. سؤال وجيه، ينفع نعمل الفوكاشيا بالبطاطس؟ ينفع، بس مش هتبقى نفس الطعم ده. الارنبيط مستو السوائل بتاعته محتفظة جوه الأنسجة بتاعته، غير البطاطس بتديكي طبعا مادة نشوية فبيختلف الطعم هنا. باسم كل فريق العمل، إخراج، بروديوسر، إنتاج، كل الحبايب وكل فريق العمل بنوجه تحية شكر كبيرة لكل سيدة عظيمة الأم، أم الشهيد، وأمنا وأختنا وزوجتنا وأولادنا، بتحية كبيرة من خلال شاشة القناة الأولى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. كل سنة وأنت طيبة يا أعظم ست في الوجود. شكرا.